خلينا نرجع لشارة هالعمل. تفضل. بيقولوا بكلماتها: أنا بالآخر إنسان سميها نزوح أو لجوء إنساني، سفرني على أي بلد. تنزعج من صفة اللاجئين السوريين المقيمين بلبنان؟ هلا ما من شعب إلا ولجأ إلى شعب آخر. يعني أنا أتذكر خلال الحرب اللبنانية كان هناك العديد من أخوتنا وأخواتنا اللبنانيين واللبنانيات في دمشق. أتذكر خلال حرب العراق والكويت في عام 1991 كان أيضا كان هناك أخوة كويتيين في دمشق، لم ينصب لهم أي خيمة ولا كانوا في ديارنا في بيوتنا، وسمح لهم بالعمل كأي سوري. يعني من لديه سيارة كان يعمل كتاكسي، وهذا هو العنوان الأصلي الذي يجب أن نتحدث حوله. أنا شخصيا لا أؤمن بالحدود بيني وبينك بين البلدان العربية إطلاقا، سايكس بيكو، وأعتبر أن هذه الحدود خرافة نؤمن بها كشعوب ويجب أن نحطمها أو أن نزيلها إن استطعنا، أو على الأقل أن ننادي بتشبيك اقتصادي بين بعضنا البعض خصوصا في هذه المنطقة التي يتواجد فيها. بس اليوم ما فينا نتخبى وراء أصبعنا أساس فايز وما نتطرق لقضية اللاجئين السوريين اللي تحولت قضية رأي عام وكمان قضية بعض الفنانين. يعني أرجو لها أن أرجو لها هذه مسألة لها علاقة ب قضايا ذات طابع سياسي وتحديدا محلي، قصة ترحيل محلي وترحيلهم وجذبهم، واليوم انتم معنا اليوم ضدنا. سوري لا، اتمنى ان يكون ان يتم التعامل مع كل سوري وسورية على اساس انهم سيد وسيدة، لا ان يتم التعامل معهم باقل من ذلك. انا لم اتعامل مع اي لبناني كانسان جاي لعندي لاجئ فهو اقل قيمة من اي سيد، او مع اي عراقي كاي قيمة من اقل، كونه إنسان هو سيد كامل وعليه أن يعمل، وخصوصاً أن الحدود بين الأمم هي حدود اللغة، فليس هناك حد بيني وبينك كلبناني، وليس هناك حد بيني وبين آخرين. كمل استاذ علي. بيني وبين العراقي له الحق في أن يعمل في دمشق، ولي الحق أن أعمل في الموصل أو في البصرة أو بغداد. هذه الحدود خرافة، خطه الفرنسي والإنجليزي، وبتنا نقدسه، وبات لكل إنسان علم ونشيد ودفاع بالموت، وأولى على فكرة أو على الأقل من أوائل البنود الموجودة في جامعة الدول العربية أو في نظامها الداخلي هو عدم الاعتداء على الآخر، على حدود الآخر. هي حدود سايكس بيكو بالنسبة لي أنا لا أعترف بها، أعترف بالحدود بيني وبين الدول الأجنبية والأمم الأجنبية. مع ذلك أقول عندما أتحدث إحدى لغات الاتحاد التركي أصبح من هؤلاء الناس، يعني لا يصبح بيني وبينهم أي حدود. عندما أتحدث اليونانية تنتفي الحدود بيني وبين القبرصي، أو الفارسية تنتفي الحدود بيني وبين الإيراني. إذن هذا النمط من التفكير ما زلنا كشعوب مغيبين عنه، أو نحن كسالة ولا نستطيع أن نقرأ. ما في شك أستاذ فايز، اليوم في قسم بفكر مثل ما أنت عم تفكر، وفي قسم آخر بيقولوا أنه اللاجئين السوريين شكلوا أعباء على المنطقة بلبنان. أنت تجرني إلى المسألة ذات الطابع السياسي. طبعا حالة المد والجذر يعني من أردوغان ومن حكومتنا ومن حكومة لبنان ومن حكومة الأردن، كل واحد يود أن يستفيد بشكل أو بآخر. لكن بالنسبة لنا كسوريين عليهم أن يعودوا بكامل كرامتهم إلى أراضيهم وإلى بيوتهم بكامل كرامتهم، وعلى الآخرين أن يعاملوا هؤلاء معاملة الإنسان الكامل والسيد الكامل والسيدة الكاملة، وأن يقدموا لهم كل ما يمكن أن يكون على مستوى الصحة والتعليم لأطفالهم، وإلا هناك محاولة لإهانة هؤلاء، وهذا أنا أفترض أنه سيكون وصمة في جبين هذه الحكومة أو تلك ممن لديهم سوريون وسوريات على أراضيهم. ما في شك أستاذ فايز، يعني أنا مضطر كون بهالحلقة محامي الشيطان كما يقال، وهيك حرتق شوي، بس بالنهاية سوريا ولبنان شعب واحد. ولكن اليوم بتقول البيئة أصبحت سليمة بسوريا وفيهم يرجعوا على سوريا الشعب المتواجد يعني بلبنان؟ عم تحطني كأني مندوب الهيئة الأمم المتحدة ولا يعني كوفي عنان الله يرحمه. لا، كشخص مقيم بسوريا وكفنان، كل إنسان يعرف. كل إنسان منهم يجب أن يعود بكامل كرامته إلى أرضه. في هناك مزارعين، هناك حرفيين ذهبوا إلى تركيا ويستفيد منهم التركي يعني بالبناء، عليهم أن يعود. هناك زراع للزيتون كانوا في عفرين، عليهم أن يعودوا إلى عفرين. هناك من كان يعمل في الغوطة، عليه أن يعود إلى الغوطة. هناك من كان يعمل في جامعات سورية، عليه أن يعود إلى الجامعات السورية بكامل كرامته، بكامل هيئته الإنسانية والوجدانية، بعيداً عن أي نوع من أنواع
تشويش هذا النمط أو التلاعب فيه.